ايفون جديد؟ لا ايش عبالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك عمي؟ هلا بابا. هلا بابا، شلونك؟ لا ابو زيد. ها شنو؟ ليش كلفت ابو زيد؟ ليش ما خابرتيني انا اجيك؟ لا انا لقيتها بالطريق وجبتها وياي. ها اوكي، يلا تعال 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 شوف ايش جبت لك. لحظة راد. راد. ريف تريد تفسخ الخطوبة. تقول ابن عمي ومتربين سوا وما اقدر. صدق هذا الحكي؟ رائد، ريف تعزك بس ما تقدر تشوفك زوج إلها. ليش؟ لي أنا أحبك؟ لي أردت أتغير على مودك؟ لو لي أردت أعيشك ملك؟ ما راح انسى اللي سويته وياي ويا ابويا. بس بس شنو؟ شوفك مثل اخويا. آسفة خليتك بهذا الموقف أبو زيد، بس هو بيدي. يلا عمي أنا أروح. في مالها. الله وياك. حبيبي عمو، تريد هاي النستلة؟ لازم اضربك كبرى او اضربك كبرى بدون نستلة، انت اختار. انا برايي تاخذ النستلة وتضرب الابره لان النستلة طيبه. راح اضرب الابره واخذ النستلة. شفت؟ مو قلت لك حسوني سبع؟ ايه طبعا سبع على ابو. استلم. يلا حبيبي السبع ألف عافية. خو ما تعبت اليوم بالسيارة؟ لا بس وصلنا المعلمة من البيت. ها يعني صعدت وياكم بالسيارة وبابا وصلها؟ ايه. زين قعدت يمك لو يم بابا؟ لا يم بابا.